هبدأ مع حضراتكم على طول النهاردة أخبارنا، وخلينا نروح مع حضراتكم للبيان الـ15 للعملية سينا 2018 اللي أصدرته القوات المسلحة المصرية. نشوف مع حضراتكم ونرجع لكم. استمرارا لمعركة الوطن التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 على مدار الأيام الأربعة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، بالإضافة إلى فنطاس مياه و3 سيارات دفع رباعي مفخخة. القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادا لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء الشرفاء. القضاء على 12 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية. اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا، عثر بداخلها على عدد من البنادق الآلية والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة. اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح، عثر بداخله على 34 صاروخ جراد وكورنيت وأهرام. و4 دانات RPG وكميات كبيرة من مادتي C4 و TNT شديدة الانفجار. ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد، عثر بداخلهما على 70 عبوة مضادة للأفراد و200 مفجر وكميات من الأدوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية وتفجير وإبطال مفعول 83 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك. تدمير 285 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة إرسال لاسلكية ومركز إعلامي.
ضبطه وتدميره والتحفظ على 6 سيارات أنواع. وتدمير 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 4680 كيلوغراما من المواد المخدرة المعدة للتداول. كما واصلت القوات البحرية تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، حيث تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سفينة تجارية بمنطقة الانتظار بمحيط ميناء الإسكندرية، عثر بداخلها على كميات ضخمة من جوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالي 3.5 طن مخبأة داخل بدن السفينة. كما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة تنظيم عدد 610 من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن غير المدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، واستمراراً لجهود أجهزة الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التموينية للمواطنين من أبناء مناطق شمال ووسط سيناء. تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي سيناء. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات، تم استشهاد ضابط صف ومجند وإصابة ضابط وضابط صف وأربعة مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية. وتستمر قواتكم المسلحة والشرطة بذل كل غال لرفعة الوطن وسلامة شعبه الكريم. تحيا مصر. ده كان البيان 15 الخاص بالعملية سيناء 2018. العملية سيناء 2018 مستمرة في كل ربوع مصر، مش بس في سيناء. واحنا بنتكلم عن العملية سيناء 2018 بنتكلم عن ان شاء الله قريبا سيتم القضاء نهائيا على كل التمركزات والتجمعات الإرهابية. وزي ما شفنا مع حضراتكم القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وقوات انفاذ القانون ومكافحة الإرهاب بتبذل اقصى طاقتها وجهدها في القضاء على هذه التمركزات شديدة الخطورة. نروح مع